راه اللي قال العجينه بارده اللي فيها يديه دابا غيكون هاد السحباده. شكون اللي فيكم يقول لي هاد الناس اللي ولات الصندريات والله يكونوا في العون دابا غادي يبيعوا الشربون كيفاش غيبيعوا الشربون حتى دابا ولات الصندريات كيفاش غيبيعوا؟ ما كانش الخيش إذن جاي ضد هذا الفكرة. اسمحتوا لي أن كل قرار يتخذ عنده عواقب. ماشي مش سهل باش تجي وتاخذ واحد القرار. كيفاش تاخذ القرار؟ تخمم في مسائل متعدده. ماشي حوار سي محمد. هذه الاجوبه حنا هذه المساله هذه باش يكون اجابه عليها. حنا بعدا كنعطيكم الالتزامات اللي خدام معكم في وزير الطاقه والمعادن والتنميه المستدامه عندما كان في هذه القاعه. وحنا خدينا على عاتقنا باش الالتزامات اللي خدا موقع عليها من طرف الوزير سي رباح هنايا موقع عليها السيد المدير نتاع دوينر وموقع عليها السيده الوزيره الكاتبه العامه المكلفه بالبيئه لان فيه التزامات بيئيه اللي هي جيت صعبه باش هذا الشيء ماشي هضره كل حاجه تبانت مقيمه بالتفصيل وموقع عليها باش كل واحد بدا هو اللي يحاسب على هذه الالتزامات اللي كان هذه المساله نتاع الصندريات هاك حسب لكن ممكن تزيد شويه انا تحسن من هذا نعطيك من بعد ذاك الوثيقه باش تبقى عندكم وتستغلها حيت بغيتي نزوم عليها عندك جيب لك ديك الوثيقه اللي جيبها لك جيب لك الوثيقه تاعك حيت هنا في البريزونطاسيون ما بديش ندوم ولكن كاين كلاك من هذا اللي بغيتي ممكن نقول واحد السؤال يمكن نعرفوا هذا الاخوان تاعكم واش هذا واحد بالنسبه للخوت الا كان ممكن الا كان فهموا شي حاجه الاستماع والاستماع كاين استماع نستمع لما يطرحه السيد الوالي وفق تعقيب تساؤل هذا الخروج على الارض لا سمحتوا الخوت نستمعوا الخوت شدوا ذاك الشيء بامانه عطانا بامانه ندوه بامانه سكين إذا كان ممكن ما تخرجوش على هذا. تأمين إجباري الاجتماعي متعاقد على وزارة الداخلية في إجتماع شؤون لائحة نتاع الأشخاص اللي تأملت 3140 يوم 110 حالة لها الحق بالتعويض 160 حالة في طريق التسوية وحدات لجنة تتبع وضعية لوائح 52 و 94 طرودين لتصحيح مشمولين أيش حاجة تتوقع إحدات لجنة تتبع طلب الرفع من فؤاد هنا قطاع المعادن مضاعفة مراقبة لوقاس ما تبقى جميع النقاط النقاط اللي مازال عالقه في ذاك الاتفاق الاتفاقيه اللي كانت مع هذا الشعب في المغرب هذا القطاع المعادن مضاعفه المرتبه اللي قد يكون مستغل للطلبه بطريقه حل لوضعيته في اطار القانون ايجاد حل المشكل استبدالات المنجميه سواء باعاده استعمالها الى تمتد استعمالها او طبعها او تسجيل على فنطويها هنا غتقع وقع القيل والقال كثير غادي نرجع لهذه النقطة فيما بعد القيام بدراسات إيجاد من المواقع المنجمية القديمة في سيمون كرو تويسيت تعاقد مع كتب دراسات قد تسمية بدراسة لجميع آبار وتحمل الموجودة بإرادة لاتقاء الطاقة المناسب بشأنها إغلاق الآبار المهجورة الغير مستعملة لتجنب المخاطر التي يمكن أن يجمع لها اقتحاس برامج أشغال أصحاب الرخص
شنو المشكل في الكابل؟ الطاقة والكهرباء ما غاديش نعرفوها كلها، ولكن نعطوها لكم فيما بعد. نعطيكم الوثيقة كلها باش نعطيكم تستغلوا أحسن استغلال. كل ما قيل في الاجتماعات اللي كانت مع السيد الوزير حنا صوبنا ووقعنا عليها باش كتوقع لنا، باسكو حتى أنا يتوالي غدا ولا غدا شي التزام ما دارش، ها هو المسؤول عليه. غادي وراكم بالحمد لله. بقية في التشغيل في محطة الحرارية الرابعة والخامسة لأن أجرى ما احترم فيها المنطقة في تعاونية التعاقد مع التبوط الكهرباء نجا النقل والفحم والحراسة وشفت المدورة الأخرى كتكفي إطار اعتماد في اعتماد في البشرية محلة اشتراك في الفلاح أما هذا النقل لا يحتوي في هذا صلب الحديد، ها كاين مشكل تاع الباترو. هذا صلب الحديد تنبغي ان يخلط حوالي 1000 موصل شرطي. مازال هذا الاذن الاغلاق تاخذ بعض الايام. حنا هنا خلقنا ديجا تعاونيات اللي غادي يجي الاول والثاني والثالث والرابع كنستطر غادي نقولوا لكم التعاونيات هي اليوم ما فيها حتى شي واحد. حنا خلقناه واتفقنا مع المكتب نتاع المغني هنايا باش يقتني هذا الفحم اغلى من الثمن اللي كنتو كتبيعوا به لذا الترميه. واش بغيتو حاجه اخرى غير الفحم هذا؟ مثلا في الفرنسية اون نو با فيغي مومنت سو تاسيليزو، ما بدناش ناخذ واحد القرار نتاع الغلق واحد هذا ونخليو عباد الله يضيعوا وما نلقاوش. الثمن اكثر من الثمن اللي كنت تبيعوا به من السوق. انا بقاوش باغيين السندريه. هاتي عفوا هاتي عفوا واسمع واش انت غادي انا جينا نجمع اليوم باش نسلموا على البديل ولكن من هنا غادي يكون البديل انت اللي غادي لهم الفوت نتاعهم يومي لينا كاملين لينا كاملين راه الديكتور لينا كاملين. حنا كنمشيو في مسائل اليوم عمليه ما تخدمش تبقى تتكلموا نظريا اليوم باش نلقاو الحل فاش غادي تشد هادو ها هو ذا تيقول لك ربي سبحانه وتعالى اذا شد هاد الباب كيتحلوا ابواب. المساله ديال الناس اللي ما زادوش يستمروا هذا غاتشوفوا هذا هو الاشكال اللي كدير. وانا شاد واحد التوجيه لكم كان واحد الارضيه ما كاينش اللي كيهضر هاد الاخوان شاد على اساس سامعني باش يجيكم بخير يا ودي عندكم شي حاجه ولا واش بصدق
الداخل الأرضية والسياسية الباريوية. شكراً. ديالو. هنا غادي نتكلموا في هذا المخطط اللي أنا كنتم محظوظ باش أنا اللي كنقدموا لكم. غنتكلموا على السكن والتبهير الحضري رغم أنه ليس بمطلب نتاعكم، غنتكلموا على البيئة، غنتكلموا على التكوين، غنتكلموا على قطاع اللي هو من أكبر القطاعات اللي غادي نكون لكم بديل إن شاء الله يوم الغد هو الفلاحة، وغنتكلموا على الصناعة، وغنتكلموا على إجراءات المواكبة لأنه باش نمروا من واحد الحالة اللي كنعيشوها اليوم إلى حالة اللي كنتمناوها لا بد من واحد المواكبة، وهذه المواكبة تخصها بعض المسائل اللي غنقترحها عليكم اللي هي عملية. هادشي كله إذا ما كانتش واحد الحكمة جيدة أجراء تاع المخطط ما غنجحوش به، إذا تيخص التعاون تاع الجميع باش ننجحوا في هاد المخطط. شنو هو هاد البديل اللي حنا بالنسبة لنا هو البديل الحقيقي؟ هو قطاع الفلاحة، لأنه نحن في المنطقة أعطانا الله واحد الفرصة مائية التي لا تستغل استغلال عقلاني واستغلال جيد اليوم. هذه الفرشة المائية وعندنا واحد 3000 هكتار هي أراضي سلالية، غادي ناخذوا داك الناس مال الأراضي السلالية هما اللي الأولى غادي نتهلاو فيهم، غنوصلوا من 1000 هكتار اللي غتكون مصوبة كلها بالبوتا بوت، غتكون مصوبة كلها بالماء، غتكون مهيئة باش غتكون فيها واحد الفلاحة جيدة، وغادي ناخذوا واحد 2000 هكتار اللي غادي تخصص الشباب تاع جراده اللي غادي يكونوا يخدم كل واحد واحد، غادي يكون عنده 2.5 حتى 5 هكتارات باش يكون يخدم في واحد المجال الفلاحه. هادشي اللي كنقول لكم تاع مجال الفلاحه، ناخذ السي مصطفى مثلا. السي مصطفى مؤهل لانه عنده عقليه ومكون، وحده اخرى اللي غير مكون خصنا نكونوا وندير له واحد الاجراءه تاخذ واحد 6 ولا 7 باش يكون عنده استعداد باش يخدم الارض ويعرف فين الفلاحه. تيخصنا حتى هاد المواكبه تكون داخله في هاد البرنامج. اذا هنا كان هنا كتحكم هذا تاع 100 حول 3 هكتار من الاراضي السلاليه، مخصص 1000 هكتار من هذه فئه تداول الحقوق و 2000 هكتار للشباب الاخرين، اعاده تهيئه المضارات التقويه الحاليه لفائده مستغليها، تخشيط استعمال الفرشه المائيه الحاليه، ما غاديش نمشيو في ذاك الماء المفرط حيت اليوم كاين اللي كيصوب الفسطه إطلاق الماء ويمشي للقهوة. دابا كل شيء غادي يكون بالتوقيت البوتا بوت، والتمويل الكلي مع الدولة. هذا كله تمويل كلي مع الدولة، وثقوا بيا أنا ما عاد نعطيكمش الأرقام شحال هادشي غادي يفتح لأنه أرقام خيالية. وأنا كنشكر سيدنا الله يسرو اللي قام بالتفاتة قوية لجرادة باش نتمكنوا من هذا البرنامج اللي كنطرح عليكم. ديك المنطقة الخضراء ديال الوالد ديال المعنية بهذه الطريقة. كلشي كيعرف فين كاين الفرشة المائية، كلشي كيعرفها وبجانبها وتما غادي يكون إن شاء الله. استعمال مياه المحطات الحرارية الثلاثة التي تتفق مع هذا، المهم هادو هما المسائل. ذاك المحطات اللي غادي نغلقوا كانت تستهلك واحد الكميات من الماء، هذا الإغلاق هذا غيمكننا باش ديك الكميات سوف يعود استهلاكها في هاد 2000 هكتار اللي غادي نخصوها للشباب. تقليص الفوارق الاجتماعية هذا برنامج وطني اللي هو الجهة الشرقية تستفيد منه 5 مليار تاع درهم، جرادة بوحدها تستفيد 499 مليون درهم يعني 500 مليون درهم نصف مليار. هنايا كاين الطرق، كاين الماء الصالح للشرب، كاين الكهرباء، كاين التعليم، كاين الصحة، وكاين صندوق في المياه القروية كيساهم 255 مليون درهم، مبادرة وطنية 17، جهة الشرق 212، المكتب الوطني للكهرباء 15. هذا على 5 سنوات. هذا ماشي مطلب من المطالب واضحه اللي نتوما تكلمتوا بها، ولكن حنايا هذا المكسب الزراده كان لابد باش نعطيكم يعني نقطه، لانه غادي يفرج خاصه على الناس اللي عايشين في العالم القروي في الضواحي نتاع المدن. فيه 100% نتاع المشاريع اللي كتم هذه القطاعات نتاع الصحه والتعليم كيف كتشوفوا، غير الطرق بوحدها 34 مشروع لفك العزله عن الناس اللي عايشين في عالم القرى. المبادرة الوطنية وزارة الداخلية وطلب من سيدنا الله يسرو غادي تكون أول تجربة غتكون في جرادة. بغينا نشوفوا شكون الشباب اللي عندهم يعني حاملين مشاريع، وغادي يكون واحد لاكومبانيون واحد المصاحبة حتى يخرج المشروع. ماشي نجي ونتا معاك في التمويل ونسمح فيك. غادي نبقى نمشي معاك وتكتب الميكانيك حتى غادي تخرج الميكانيك وتبيعها واحد الشركه
هذه المصاحبه اول تجربه غادي تكون لي غادي تكون معنا هنا في الدرابه. نتمنوا باش هادو منكم ومن الناس الدرابه شباب اللي عندهم افكار نتاع المشاريع وغادي نديروا معاهم دراسات ومواكبه باش نخرجوا المشاريع. هنا كاين واحد يعني حموله كبيره، واحد الانتظارات كبيره، وكنتمنوا الله سبحانه وتعالى باش اضافه الى مواكبه المشاريع في مجال الضخ في الاستثناء يروم تدخل المدار الوطنية البشرية كذلك لتزويد اثنين تجهيزات ذات الطابع الاجتماعي. غادي يكون واحد شحال من قسم؟ سبعة أقسام تاع التعليم الأولي، 26 قسم نتاع التعليم الأولي البنات الصغار، باش إذا بغيناهم ينجحوا في الدراسة نتاعهم خصنا ندخلوهم عموم تاع 4 سنين 5 سنين 6 سنين، هذا باش نغطيو جرابة. ملاعب للقرب شحال من لعب القرب؟ 5 ملاعب القرب في جرابة. جرابة قاعة مغطاة، جوج ديال القاعات مغطاة، واحدة في البيت واحدة في السويس. مسبح اللي غادي يكون جرادة طول السنة ماشي مسبح نتاع الصيف، هذا مسبح مغطى شوفي. مكتبات دار الطالب والطالبة، هادو مشاريع اللي غادي كنا من بعد ندخلو في ولكن بأنه ماشي مطلب أساسي نتاعكم عطينا لكم ك يعني معلومة، ومن بعد إلا بغيتو ندخلو في باش نعطيكم مشروع مشروع هاد الشيء راه الحمد لله في طور الإنجاز. هنايا هذه فكرة جد ثقيلة، وهذه الفكرة ممكن نقول لكم بأنه الماشي نتاعنا اللي جات من الفوق، هذه يكون واحد صندوق دعم، لأن كنعرفوا بأن الناس في الرياضة واخا تكون عنده الفكرة ما عندوش منين يجيب الفلوس باش يمول داك القسط اللي كيبغيو. هذا الصندوق هذا غادي يمكن له يسلف، وهاد الكلمة يسلف تخدم نديروها ما بين قوسين، دابا غنتيقف سي عدنان غنسلفوا واحد المبلغ نتاع 5 مليون، إلا نجحوا المشروع غادي يرجع عليه 3 مليون باش يكون ينساعد سي عدنان. إلا ما جبدوش مشروع راه مني وإلي، يعني ماشي سلف باش غيرهنوا وندخلوا السجن إلى ما رمبوس، هذا السلف بشرف باش اللي ينجح في المشروع نتاعو غادي يمكن له يرجع الأموال اللي على ذمته باش يمكننا نشوفوا مشاريع أخرى. هذه الفكرة ما كايناش، فكرة وحيدة اللي غادي تكون في إقليم جرادة. واش مفهومة ولا نزيد ندقق فيها؟ واضحة واضحة. هاد صندوق الدعم من اجل مساندة حل المشاريع كان تعاونية ولا مقاولة صغرى ومتوسطة، وغندير واحد البرنامج تاع مواكبة برامج التحول الاجتماعي، راه كاين تحول اجتماعي غادي يكون. هذا سي مصطفى كيقول لي والاخوان تيقول لك ما بغيناش نبقى نخدمو في اسطنبولية، واحد السيد كان خدام في موان 80 متر، الدار طلب منه باش يولي فلاح، راه ما يمكنش يولي فلاح بين هذا التنظر، إذا ما كانت واحد يعني المواكبة للتحول باش العقل نتاعو يتحول من واحد اللي خدم في مريا، هذا تيخص تكون مواكبة. هذا البرنامج هذا تيخدمنا الناس اللي عندهم اختصاص في علم الاجتماع واللي عندهم اختصاص في التحويل باش يمكنوا يصاحبونا باش ننجحوا في هذا البرنامج اللي حنا كنكون حلو ان شاء الله في البلاد. غادي يكون واحد الشباك بمقر عمل الجرادة لمواكبة حل المشاريع وتسيير المصادر. كتجيني واحد الفكرة هائلة، ولكن ما عندكش المعلومة وما عندكش المكانة باش تسوي بيزنس بلان. هاد الناس كنكون مواكبة لهاد الشباب، رحنا واحد ليكيب دابا راهي اوبيراسيونيل مع السيد المدير تاع وزارة الاستثمار، جبنا ناس اللي غادي يكونوا هما يعني لي زانجينيور اللي غادي يصاحبوا الناس. انت عندك فكرة ولكن ما عندكش القدرات باش ممكن تكون بيزنس بلان، غادي يصاحبوك باش داك الفكرة نتاعك يحولوها إلى مشروع. هاد العمل هذا عمل لابد منه، راه الناس اللي عندهم اختصاص يحتاجوا باش يكون عندهم واحد مكتب مهندس الهندسة، إلا مشينا المكاتب نتاع الخواص كيكتبوا لنا واحد الأثمنة ظاهرة، حنا كونا واحد الكفاءات اللي عندنا كفاءات عليا باش تكون على ديسبوزيسيون نتاع الشباب اللي غادي يبغي يمشي في الأفكار نتاعو بالنسبة لإقليم جرادة. كاين شي أسئلة على هاد المسألة ولا ندوز؟ القطاع المعدني والطاقة. سؤال سؤال جوال. تعالية. طيب كنقولوا بعض المرات ما عندنا ما نديروا في المحطة، أنا إلا جبت لي محطة إلا تخلق لي 500 مصيب شغل إلا بغاو داري نعطيها لك، وهاد المحطة راه يتخطفوا عليها الجهات الأخرى،
لو فات باش نجيبوا لها جراده راه حط الجراده والحمد لله الحمد لله اليوم التقنيات تبدلوا بواحد الطريقه كبيره ما بقاوش داك المحطات كيف المحطات القدام اللي كي بعض الاحيان عندهم بعض الاساءه للسقف ولا بالنسبه للجو ولا بالنسبه للصداع ولا فهمتوا انا قلت لكم بان القرار اللي تنخذ قرار جد شجاع وهو مكلف الدوله ولكن باش ما يبقاش ضرر في الجراده اكيد غادي تشدوا هذه الوحده في الجهه وهذا النقطة الخامسة اللي تجيش على فلسطين. برمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بالمريجة، تسريع إنجاز برنامج التخطيط الجيولوجي، حنا متيقنين بأن المنطقة نتاع جرادة كإقليم كاين فيه منطقة مناطق اللي غادي نلقاو فيها إن شاء الله معادن جديدة، هذا راه الإدارة المكلفة بهذا المشروع كتسرع هذا المخطط باش الناس اللي غادي يبغي يبقى يخدم في المعادن لأنه كيبقى راحته في المعادن. يتمكن ان شاء الله في المستقبل القريب باش ندوز لهذا الحال. اطلاق الدراسه لتثمين المخلفات المعدنيه بالاقليم قصد استعمالها في المجال الصناعي. يوم الخميس غادي يجي واحد الفريق تاع الخبراء اللي باعثين لهم الرباط باش غادي يمكنوا يشوفوا هذا الجبال اللي عندنا هذا الركود هنا كيفاش يمكننا نستعملوه اما في الصناعه تاع الطرق ولا نصوبوا به واحد البريك ولا الا ما لقينا بان ما فيه اوكين كاباسيتي غادي النقل نتاعو ويتردم ويسوفك منه أغراس باش يولي منطقة خضراء ما يبقاش عندنا هذه العلامات داخل الجرادة إذا راه الناس يوم الخميس فريق نتاع الخبراء غادي يكونوا حاضرين في الجرادة لهذا الغرض هذا إحداث مديرية إقليمية هذا كان طلب منكم وذاك لاكور كان جاب تنفيذ الاتفاقية الاجتماعية استكمال تنفيذ الاتفاقية الاجتماعية إنهاء مشكل مساكن عمال شركة مطرح المغرب عبر تفويت العقارات لهم هذا صافي راح نختار حسمة فيها رفع الحش التحفيز على عقارات شركة مطرح المغرب 61 مليون درهم في 23 منزل ونقطة حسمات تعبئة ميزانية خاصة لتمكين خلية تسليم مطرح المغرب من دعم الأمراض المهنية قال لنا السيد الوزير ورئيس الدولة شحال 1.5 مليون درهم باش هذا المشكل يتحل إحداث لجنة التتبع وحصر اللائحة والغلاف المالي ل 600 شخص وأقل طريق التعويضات راه هو ذاك هذه النقطة كيدرسها السيد الوزير نتاع الطاقة والمعادن وحدات لجنة التتبع برئاسة السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة اللي راه نقاط متبقية في الاتفاقية الاجتماعية هذا هو الوعد اللي تعطى وراه تكون الفريق على مستوى الوزارة. البيئة إطلاق برامج طموح لمعالجة المشاكل البيئية للإقليم يعني نقول لكم الدفعة الأولى تخصص غلاف مالي 60 مليون نتاع درهم غير جرادة المدينة باش يمكن الاصلاح نتاع ما كل ما هو بيئي راه شفتوا بنا بداو الاشغال حول يعني هذا سميتو المعامل الحاليه وبدات العمليه تاع التسجيل ولكن 60 مليون درهم غتمشي مسائل اتخم من هذا باش نرجعوا القيمه البيئيه لاقليم جرادة ونزولوا هذا التشوه اللي كنشوفوه ولا بالنسبه للمياه العليمه ولا بالنسبه للمسائل الاخرى. تعميم تصدير السائل على مراكز الحضاري للاقليم هنا فاش كنتكلموا على جرادة ما كنتكلموش على جرادة كنتكلموا على يعني عيد المنبر على تويسي على جرادة على العوينات على يعني كنتكلموا على الاقليم كله اذا هنايا كاين في عيد المنبر وتويسي غيكونوا فيهم تصدير السائل وتوسيع تصدير السائل الثلاثي بجرادة مع احداث محطتين معالجه عيد المنبر وتويسي وانجاز شبكه تصدير السائل بها انجاز مراكز للتمر والتكمين ما بين 2019 و 2020 تغطية الرماد ملقى قمحي الهناء بجردة مع عملية تشجير المساحة المغطى إنجاز مطرح نهائي تخزين التمر الرماد بعيدا عن المدينة حيث يمكن واحد المطرح يوفر ظن باش يبعد عن المدينة باش ما يبقاش ذاك التلوث ولو غير في النظر اقتناء معدات لخفض مستوى الضجيج الصدير هذا راه دارت ومع الإغلاق نتاع لي زون تي ان دو تخوا غادي نتهناو ولا الأحياء اللي دايرة في المحطة أنا كنبشر بالخير إن شاء الله باش ما يبقى حتى شي تلوث حتى شي ضاع حيت حدا داك الشيء اللي كان في الاول تاع الدم ولا تاع ليميتي راه ما بقاش شوف اللي جات الحاسب ديال الليل واش دارت ولا ما بقاش واحد شويه لا لا واحد شويه الوعد اللي كان عندنا هو شهر ثلاثة أو ثلاثة ديال الموسم هكا حتى اليوم الجاي لا ما اللي غادي يدير راه جاي في الباطو غادي يوصل وغادي تركب شهر ثلاثة شهر ثلاثة وهذا هو الوعد اللي وعدنا به انا ما غاديش نطلب منكم باش الانسان يصدق ولكن هذا الاغلاق نتاع الواحد واحد جوج ثلاثة اللي هو جد مكلف في الدولة انا بالنسبة لي بشرى كبيرة بالنسبة للساكنة نتاع الدولة
انجاز الطرح النهائي اقتناء وحده التخفيض المستوى وانجاز قنوات 9% المستعمله في المحطه الحراريه. هذا المشروع راه بدا راه مابقاش كيما كيتوجه ليا وصوبنا الظروف باش غادي ندوزو باش غيولي واحد القنوات 9% الصناعه. هنايا بغيتكم تفسروا لي واحد النقطه الاخوان الله يهديكم. حنايا وعدنا الناس تاع جراده وبقينا وهذا كان عطاء تاع الله سبحانه وتعالى باش البنات تاع جراده بالاخص يمشيو للتوقيات تاع لي كروب. حنا كنقول حنايا بناتنا ما يخرجوش من المدينه كنا نعرف اش غنديرو غادي نمشيو نسرعو وحنا غادي نبنيو ليزين وداك السيد غادي نجيبوه لهنا باش يخدم الناس بعمية نتاع الناس جرادة ها؟ 700,000 لا لا الدفعة الأولى بدات الواحدة واحدة ب 700 واش هاد المسألة اللي درنا حنايا واش إيجابية ولا غير إيجابية؟ مشينا غير باش دير طلب العروض وتجيب الشركة وتبدا العمل راه هذا كيولي لهنا. أنا نقول لك صوب لي غير بيت في دارك غاتخسر 4 شهور نتاع التخمام. جاوبت تقول لك أودي كاين واحد جوج درت في الأبار راكم غاتخدموهم حبسوا الاشغال بالله عليك. انا ما عنديش اشكال انا ممكن حبس الاشغال ولكن انا نتي دابا ليكم نتوما هذه المسألة مثلا تاع الابار هذوك الناس باقي الان مازال ما استغلوش اذا بيتحن لبدو بالابار وكما الناس اللي عندهم الرخصه في هذيك المنطقه حبسوهم واحد النهار باش ما يستخدموش ذاك الفحم والان من خلال ذوك الناس اللي في المنطقه بغاو يستغلوا ذاك الافار ديالهم الشاكين هذا غير هاد الناس ديالهم لا تاع فاللي يفضل بالنسبه لك نخلق 700 نصيب شغل الجراده ونخلي عباد الله يهودوا يموتوا في الصندريه تمايا ولا كان راه كيكون خاسر هاد الشيء راهو ذاك عشوائي. دابا كطلب مني انا كوالي باش ما نسخلكش شي حاجه اللي عشوائيه ما يمكنش اخوان حنا كنضرح جايك نستمعوا إذا الأرضية عاودوا الإخوان هذه الهضرة بزاف ديال المرات، إلا جايين نستمعوا غادي نستمعوا، إلا جايين نتساءلوا ولا شي حوايج أخرى تقدروا. أنا غير نكمل لكم الحديث، هذه الأرض هذه تما كاينة المنطقة الصناعية، وهذه الأرض اللي فيها ثلاثة الآبار هو التمديد نتاع هذه المنطقة الصناعية، هادشي اللي كاين في البلون داميناجمون. توسعة. حنا دابا أون بونسي بيان فير، كنظنوا بأن حنا زعما كنا ناجحين في الاختيار تاعنا. باش غادي نسرعوا علاش؟ لانه قيل لنا اننا نتعامل ببطء مع تنزيل الوعود اللي وعدناكم بها. قلنا ودي الا كنا وعدنا بشي حاجه خصنا نقوموا بها. نضنا وجبنا الالات وخلصنا باش يمكننا نسرعوا باش نبنيو داك حنا اللي غنبنيوها. داك السيد غادي يجي مولد الوالدين ونقول له انت خويا خدمني غير 700 دينار. هايدي الوزير انا مصوبها لك وعاطيها لك. باش تخدمنا الناس غنفسر علاش الله يرضي عليكم اسمحوا لي الا خديت شويه ديال الكلام من وقتكم. انت سي مصطفى مثلا مدوج غدا غادي تقبل هذه الفكره باش تمشي للبديل الاقتصادي اللي اقترحت عليك باش تولي فلاح. شحال الوقت يخصك باش تكون الثمار تاع العمل تاعك كفلاح على الاقل سنتين؟ يعني على حساب المردوديه تاع دابا انا كنعطيك مثلا على الاقل سنه اللي كتنتج لا اختك عفوا مصطفى ولكن ملي كنمشي كنقول اون مويان سنتين. اش كنقول؟ الى الزوجه نتاعك ولا اختك دخل تخدم في ذاك لوزين ودابا هانت فهمتي الفكره غادي تدخل واحد الدخل القوت اليومي للدار وغادي نصبروا مجموعين على ما تولي الارض نتاعي كتعطي واحد العطاء كافي. داك الساعه نقول لها جنه الناس قول دارك انا دابا راني قادم شغل. الا ما كانت هاد الافكار بحال هادي راه ما كاينش واحد الكلمه تاع بديل اقتصادي غادي نضرب بعصا وغادي تولي جراده هي كاليفورنيا راه ما يمكنش. هاد النقطة بالضبط الله يرضي عليكم أنا كنطلب منكم باش تحسنوا فيها اليوم وتخليو الشركه تنوض تخدم وحنا ما غنديرو حتى شي حاجه خفيه. راه حنا ما غاديش نجي نخدمو بالليل، راه حنا ما غاديش نطلبو الابار بالليل، راه حنا ما غندفعو حتى شي واحد بالليل، راه حنا ما كنتخبعوش، راه حنا هنا من اجلكم ولكن تيخصنا النفع من الذكر اللي غادي ياخذوا قرارات.
انا يا فاش كندير شي حاجه من اجلك وكتجي توقفني كنقولوا بلي انا راه ما كنفهم والو. دونك الله يعطيكم الخير، هذه المنطقه الصناعيه اللي هي في البلون داميناجمون مخطط نتاع المدينه منطقه صناعيه. غادي نمشي داك اللولو اللي معطيين سيدي بتيلو، ما غنكليش نصوب فيهم شركه اللي تخدم لي 1000 الناس. اذا انا ملزم باش نمشي نخدم في التوسعه نتاع المنطقه الصناعيه. فاش مشيت نخدم فيها جا قال لك حبس. غادي نوضوا الدرج معاكم على قبل الانتيغي تاعكم. ما نزيدش في هذا الكلام، ولكن هذه الميته هذه راه حنا درنا الاجتماع عليها وعطيناها الاذن بهذه الشركه هذه، وكنتمناو باش في اقرب الاجل الى بناء الاشغال نصنعوا بهذا المصنع اللي غادي يكون حل في جراده ماشي في توريت ماشي في وجده. حتى وانت وجده علاش مشينا حتى وانت؟ قلت له والله ما عنديش انايا شركه نتاع في جراده. راه ما يمكنليش ندير هكا ونطلق شركه. مشينا جبنا الكار باش ندير عباد الله وكلينا الديور الى كان عندي كليناهم من ذاك الناس اللي غادي يخدموا تماك وغيكونوا غير بيناتهم ودايرين الناس اللي غيامنوا باش يكون واحد الحراسه لان خوتنا ومواتنا وهذا. ولكن هادشي هذا ما يمكنش بوحدنا، راه يد وحده ما كتصفقش، خصنا نكونوا جوج. تأهيل الحضاري، انا فاش كنجي نتسارى في براده اولا كنبغي نشكر السلطات اللي كانت في عمان جليله، راه داك حاسي بلاد ما يكونوش عاوتاني الدفعه نتاعنا صغيره وكننساو كيف كانت البحث وكيف راه هذه المسيره والاحياء كلها كاين، ولكن خص نوسعوا بعد الشوارع نزيدوا التأهيل. اذا هنا طلبنا تسريع وتيره انجاز المشاريع المبرمجه في اطار اتفاقيه التأهيل الحضاري، برمجه تنزيل الشطر الثاني من التأهيل الحضاري لاستهداف الاحياء الناقصه في الجيل، احداث متحف من جانب جراده. ما يمكنليش الماضي نتاع الفحم الحجري في جراده نمحيه بومه، لا بد باش نخلي واحد المتحف خدينا تماك واحد المنجم اللي هو القديم لافتيت مي، وغادي نصوبو باش وليداتنا ولاد ولادنا يجيو ويشوفوا بان الطافه والصوره نتاعو هو رافع واحد هذا كان الناس اللي كيديروا استغلال نتاع الاباء نتاعنا اللي خدموا. لا بد باش هاد الذاكره المنجميه تاع جراده تكون سوفغاردي. اذا هنايا خصنا واحد المبلغ مالي هائل باش نصوب واحد المتحف منجمي اللي يبقى عندنا في جراده. كما تمت الاستعانه بفريق المواكبه لتجاوز التعثرات وتسريع فتح التجهيزات الجماعيه التي كانت تعرف المشاكل. هنايا انا واحد منكم، دابا انا في جراده، كاين عندنا بعض المشاريع اللي كانت كتعرف واحد التعثر وهذا غير معقول، ولكن الغالب الله جبنا واحد الناس فريق اللي عمل بكل سريه ولكن بكل نجاحه باش غادي يمكننا نفتحوا المسبح البلدي بواحد الثمن معقول لجراده. ان شاء الله غادي يكون خدام في هذا الميتو باش يمكننا نحلوا المشكل تاع المحطه الطرقيه. واش معقول تكون عندي محطه طرقيه والكيران كيوقفوا على مرة وهذا خصنا نعدلوه باش نلقاو هذا باش يمكن المجزره البلديه موجوده بقات فيها اشغال طفيفه وقع لنا مشكل هذه سنوات مغلوقه. دونك هذا حتى هو المشروع اللي غادي نفريقو. الحي الصناعي 42 بقعة 39 منها مبيعة، مازال حتى شي شركة ما خدامة، حتى واحد مول جرادة ما دخل يخدم تما، هذا غير معقول. إلا كاين شي ناس اللي غادي يديروا المعقول مرحبا، ما غيديروش ترجع الأرض ونعطيها للي بغا ينوض يخدم باش غتكون واحد الصرامة في التعامل وتكون واحد النجاعة. وهذا ماشي وعد، هذا خدينا على عاتقنا ما يتكلم عليه حتى شي واحد، هادشي راه حنا حسنا فيه وإن شاء الله غتبان لكم النتائج. بالنسبة لهاد الصناعة ما كايناش هنا؟ غادي نوصلوا لها نستاها غادي نرجع لها ما كاين مشكل سمحوا لي. هذا السوق الأسبوعي قيل عليه الكثير. أنا غنعطيكم النظرية نتاعي كوالي ولكن ماشي مدينة جرادة اليوم عندنا واحد المشكل كبير هو الوعاء العقاري. إذا بغيت ندير واحد وسط المدينة جميل ونصوب فيه بعض العمارات اللي غادي تخدم لي وتجلب الناس ما عندي حتى شي مكان. هاد المكان تحت اللي فيه داك المناجم القديمه كله صغابي ما عندوش فيها. المكان الوحيد اللي فيه 3.5 هكتار هو الاسبوع السوق. السوق لحد دابا راه كيتصوب سوق لحد جديد مازال له بازي حيكازي حيكازي راه كيتبنى. سوق اسبوعي يعني قريه جراده الى دازت لهاد العله الجديده كل ما هو قروي تكون خرجوه خارج المدينه. واش متفقين معايا ولا لا؟ وهنا هذاك 3.5 هكتار
خصنا نصوبوا فيها وسط المدينه الجديد نتاع جراده. انا بالنسبه لي هذا هو المكان نتاعو، مركز حضاري جديد بتكلفه عاليه، ولكن هو اللي غادي يجلب كل الاماكن باش تكون فيها الشركات اللي غادي يتخلقوا في جراده، ثم غادي يديروا البلوات نتاعهم. انا تما كنشوف هذا هو وسط المدينه الجديد، ذاك 3.5 هكتار. انا بالنسبه لي هذه البقعه هذه جد مهمه، وهي اللي في وسط المدينه. الفكره نتاعي باش نكون نخصصوها ويكون واحد الكونكور اركتكتورال، وهي اللي غادي تكون العربون نتاع جراده الجديده باذن الله في ذاك المحل. انا رجع لهذه المساله اللي حرياد عليها بسرعه. هذه كنا تكلمنا لكم بان كاين واحد الشخص اللي بغى يجي سوسيتي دو فابريكاسيون دو بانو ايزولون. هذا واحد يعني مساله جد متقدمه، هو ولد جراده وغادي يخدم 400 الناس عايش في الخارج، راه وقع معنا وعطينا الموافقه بالنسبه للاستثمار، وحتى هو غادي يكون معنا في المنطقه الصناعيه باذن الله باش يكونوا يخدمنا ولاد جراده في جراده. هنا غادي نفتح واحد القوس. دابا كتظنوا بانه طنجه اللي كتخدم الالاف نتاع الشباب، واش كنا مولاد طنجه؟ كنيضره، واش كنا مولاد كنيضره؟ مالنا حنا خويا ولاد جراده خايفين نخرجوا من جراده، زعما كي خرجنا من هنا غنموتوا. اللي يقدر يعيش في جراده يقدر يعيش في نيويورك وشيكاغو وطنجه ومكناس. اذا لا بد فاش مشينا اليوم خممنا بالحلول الانيه باش الناس اللي مؤهلين يمكنهم يمشيو ياخذوا واحد التجربه، المساله راه ايجابيه. جراده راه ماشي جراده، راه من المستحيل باش نخلقوا كل مناصب الشغل داخل جراده، ما يمكنش يعني باش نظريا المستحيل. اذا ضيعتكم الخير انتما مع الساكنه ومع الشباب، راه حتى الانسان اللي كيخرج كيمشي يعيش تجارب اخرى راه ماهوش يسمو، راه كيولي غني اكثر ولا فكريا ولا بالنسبه للتجربه نتاعو. خوفا على هذا، انا كنعرف بعض منكم اللي معيش في جراده اللي عنده التجارب نتاعو في وجده ولا في بركان ولا وين. لا نجاح بدون تكوين. احنا واخا نبغيو نمشيو غير ما يمكنناش نمشيو بعيد الا ما درناش اعاده النظر والتاهيل والتكوين تاعنا. لهذا غادي يكون بناء وتجهيز مع التكوين يتوفر على جناح الايواء في علم الابحار. هذا فاش الاختصاص نتاعو الفلاح. اذا الا بغينا يكون عندنا بعد النظر ونكونوا تنتساواو في الرؤيه نتاعنا، عندنا رؤيه باش نمشيو للفلاحه، خصني نكون الشباب نتاعي في الفلاحه ونكون واحد التوسيع في الاول باش نستهدف اكثر ما يمكن، والشباب اللي غادي يمكن نعطيه مكونات وتكون واحد المصاحبه بالنسبه لبعض الاخصائيين. توسيعات مدرسه المعادن التويسيت، حنا ما زلنا نؤمن بانه المعادن يعني كاين معادن في المنطقه اللي ممكن نستغلوها باش تعطي واحد التوسيعه نتاع مدرسه التويسيت. بناء وتجهيز داخلي مع المختص في العلوم التطبيقيه بجراده. ليديا هنايا غادي نبنيو فيها انترنال باش الناس اللي غادي يجيو من يعني الضواحي نتاع جراده يمكنهم معلوم سكن داخل هذا، وتكوين الشباب في افق تشغيله في المحطات الحراريه. هذا برنامج اللي غادي يكون مع المحطات اللي عندنا هنا في الاقليم تاعنا. وعدناكم بتوسيع العرض الصحي، وهذا الوعود الحمد لله راهي تدارت. اقتناء جوج نتاع سيارات الاسعاف مباشره في الكهرباء بفتره التكوين، وضعوها اشاره مصلحه وزاره الصحه اللي هي اللي غادي الشياطين نتاع عاود المازوت والاسيرونس والمسائل، وغادي توضع في جوج تاع الاماكن من المدينه تاع جراده باش يوقع الاسعاف بالمجان في كل اوقات اليوم. تنظيم القافلات الطبيه، هاد جوج قافلات عرفوا واحد النجاح كبير في جراده، استفدوا منهم كاين اكثر من 1800 شخص، وكاين الناس اللي اكتشفوا بان فيه السيليكوز وراهم بدات الحمد لله العلاج، وكل الادويه توزعات بالمجان، وحنا مستعدين باش تكون يعني قافلات اخرى باش يكون شنو واحد المواكبه باش كل الناس اللي عندهم يعني ضرر بجراده يمكن يستافدوا من هذه القافله. زياده على هذا كاين دعم العرض الصحي بالاقليم توفر ثلاث اطباء، وهنا يمكن نقول لكم حاجه كتبان لكم ثلاثه الاطباء واحد السيل واحد الحاجه اللي سهله. اكبر تخصص في المغرب اليوم هو في الاطباء، وحنايا كنا محظوظين عندنا طبيب في امراض الجهاز التنفسي لان هذا هو المشكل رقم واحد عندنا في الاقليم، وطبيب اخصائي في امراض القلب واخصائي في العظام والمفاصل نظرا لهذا
من الحوادث اللي كيوقعوا لنا اللي كيخطفوا فيها الهرس المسائل هذا، انا كنظن بانه هذه الورقه الصحيه نحن مجبورين، وهاد الناس هذو غيكونوا عندنا ما كماش دابا يعني سبعه ايام شهر مارس غادي يتوسطوا ان شاء الله باش يبداو العمل نتاعو. الحكامه واليه التتبع، تكلمنا على اللجنه الجهويه القياده والتتبع، كاين اللي جا القطاعيه التتبع قطاع بقطاع، وكاين اللي جا الحكيميه التتبع والتتبع، وهاد اللجان هادو العيلة عرفتو كنا تكلمنا عليهم. الأشهر المقبلة وتحسين ظروف العيش اللي بدا باش واخا ما كانش مطلب من المطالب الأساسية، مما هو هذا خلق هذه الأقسام والطرق والتأهيل والبيئة، هذه مسائل غادي تحسن العيش نتاع المواطنين ومواكبة التحولات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل البيئية، لأنه حقيقة هناك مشاكل بيئية اللي كنعيشوها في الإقليم تاعنا. هذا هو صلب الكلام اللي عندنا شغل الحمد لله العظيم. نبغي نشكر الساعة للإنصات ولكم الاختيار، إلى هذا الإنصات كافي مرحبا، إذا كان سؤال سؤالي مرتبط إلى مرحبا، ونتمنى باش يكونوا شفنا الغريب بعض منكم بالنسبة للحلقة. هذا البرنامج هذا ما جاش على عبث، هذا واحد مستمر، تشاور مع قطاعات متعددة، زيارات متعددة للقطاعات الحكومية إلى إقليم جرادة، وانتقال المسؤولين من هنا للرباط، لأنه كان فيه واحد الأخذ والعطاء، ماشي من السهل باش تاخذ 6000 هكتار وتصوبها تعطى للفلاحة ولا تعطى للناس كبديل اقتصادي آني، ماشي من السهل باش تجلب شركات وتعطيك الموافقة باش تجي تبني وتبني لهم شركات باش تكون دابا بعد أشهر خدامة في إقليم تاع جرادة، ماشي من السهل باش تاخذ واحد الميزانية كبرى. هذا الحضاري اللي تكلمنا عليه ماشي مستاهل باش نديرش يجي يواكب ويعطي ميزانيه اضافيه خاصه لكم هذا، ولكن نتمنى كل هذا ونتمنى باش البدايه تاع اليوم تكون بدايه مرحله جديده اللي غادي نتفرجوا فيها كاملين، والمسؤوليه اليوم زادت مكتافي عندكم، الله يكون الله باش تفوقوا كاملين، وهذا من اجل الوطن تاعنا ومن اجل الجرده تاعنا. شكرا لكم. ندير لكم كنشكر السيد الوالي على التوضيحات نتاعو، حكمت على جينا استمعنا لها، الوالي على اساس ان هذه التوضيحات من الضرورة ومن الواجب انها توصل بامانة للساكنة، وهذا هو الدور اللي جينا من اجله، كنشكروا الجميع على هذا الشيء اللي كان. كاين واحد الاضافة نتمنى يعني الا كان ممكن هاد الوثائق يعني تعطينا واحد النسخة باش باش نوصلوها للساكنة. المهم متقف هاد الورقة هادي نختار نختار بيطا يعطيكم باش يبقى عندكم تدرسوا بيناتكم. دابا عندكم في اللايف دابا مش غادي يدير الوثيقه دابا انت دابا انا كل ما عندي الوثيقه سيري واحد النقطه ربما مجموعه ديال الاخوان كانوا يتساءلوا عن قضيه استهلاك السائل. استهلاك السائل الاخر هنايا استهلاك السائل الثلاثي هو اللي كنعنيو به هذوك الاحياء ولا ازقه الصور. ربما كان عندنا واحد المؤهلات هنا بالاقليم قضيه ديال السياحه
واحد البرامج ديال المبادره الوطنيه التنميه البشريه غادي يكون تثمين هذا القطاع ديال السياحه في اطار خلق المشاريع المدنيه للدخل. نقطه واحد السياسي ديال القضيه اللي كان طرحها الاخ الكريم ديال غلق الابار. ما كنتكلم على الابار المهجوره وهذه بغينا نخلقوا فرص شغل للناس اللي كيشتغلوا في هذا الابار. ودابا كان جوج ديال الشركات على اساس ان الاخوه اللي باغيين يشتغلوا بالمعدل غادي يتم حفر هذاك البئر بقيمه 300 درهم لكل بئر، وكل واحد فرد يقدر يشتغل في بئر ولا جوج، هما ولا جوج هو صاحبه. الظرف الحالي غادي كنتكلموا على واحد 200 فرصه شغل انيه. هنا غادي نفتح قوس اسي عام تقول لي ولدي انايا الله يجعل لك هذاك الابواب تبقى مفتوحه، تبقى البرهان ان انا حصلت الفلوس وبغيت نمشي نعيد نتابع فلان. دابا نحن نجيبوا مجموعه من المفوض القضائي غادي نصوروا البئر غادي نقيموه 273 يوجد المنطقه الفلانيه، وهذاك الوثيقه اللي غادي نصوروا مع المفوض راه كافيه بزاف باش يمكن لي يمشي يتحاكم بها. هذا الناس على هذا القانون جالسين معنا. لا غادي نقول لك خوك انت ما غاديش باش دير واحد المسيره ماشي كنظن باش ممكننا ما نخليوش واحد الخطر على الشاب راه مات واحد البنيته في عمرها 3 سنين، الا ماتنا غير كلب حشاك ماشي بنيه غادي تبقى خاطرنا حشومه نخليو جراده 3200 بير مهجور حشومه الا خلقنا بهم مناصب شغل. عباد الله كنتكلم مع خوتي ما كنتكلمش مع اعدائي، راه ماشي حرام. وإذا كان عندكم هذا الفكر بانه تخصنا برهان اسدي نوضو ناخذو الموثق ونشوف وكل بير نعطوه الرقم تاعو، رقم واحد رقم جوج نمشيو اسدي حنا معاكم. تفضل تفضل لا ما كاينش بالنسبه للثمن تاع اللي غادي الشابون كيجيبوه ماشي انتراسي ماشي هو شابون هذيك خذها كمساعده لا انديريكت سي اون نيت انديريكت. الثمن انا كنشوف فيك اغلى مما كنت كتبيع لنا الانترميديير. واش كافيك اسي مصطفى؟ نعم والماء موجود خاصك نعطيك ارض اللي ما فيهاش الماء غنحكي عليك. انا تخصني نضمن لك النتيجه ضمن والله. اذا مشينا للمنطقه اللي اولا عندنا فيها اراضي ماليه وعاد واحد المعركه وكنبغي باش هذا الله يبارك باش ماشي مزيان. انا دابا كنتكلم معك واحد من الاولويه ليكم نتوما تخصني عاد نجلسوا مع ذوي الحقوق وغادي يكون وتضحك حيت راك عارف المشاكل اللي كاينه. إذا تخفنا علاش كنقول لكم كنعتبر بأن هذا اللقاء ضروري ما تخفناش تسببوا لنا في مشاكل اللي نتوما غادي تخلصوا الثمن تاع عملنا. وأنا كنتكلم معاك أنا تاكن فيكم وجمعنا معاكم وسيدي ننتظر هنا سيدي ساعات ما كاين مشكل أنا غير والي، ولكن بغينا باش يكون الثمار راه مباشرة من بعد غادي يجتمعوا مع الناس. وعلاش غادي يبدا ذوي الحقوق؟ الثمار نتاعهم إذا غادي نعطيهم هما. السادة إلا سمحت لي السي عدنان إلا سمحت لي عدنان الا سمحت لي عدنان الا سمحت لي ناني قلت بان كنشكروا السيد الوالي على التوضيحات نتاعو اللي دلا بها بامانه الدور ديالنا ندلو بها بامان. الا كنا غادي نقدروا نديروا هذا الدور ونتوجهوا للسكينه نديروا الدور ديالنا جينا بامان. السكينه هي اللي غادي تعطيك شوف عندي هذه النقطه مبهمه شنو السيد السكينه غادي نقول لك 3 هكتار و 2 هكتار عندهم
ولكن كاين مصادر. نعم كاين مصادر اخرى اللي ماشي واش كاين شي حل اولا اسمح لي هذا باش شنو باغي انت باغي لو بور لا جون دو بور لا فام دو سي دوالي الا كان السي مصطفى الا كانوا الاخوان اللي هنا كيقدروا الحجم ديال الامانه كيوعاو بها واعيين بها راه الامانه ثقيله الدور ديال سمعنا التوضيحات ها هي عندنا مكتوبه الى اي حد خاصك تبقى قادرين نوصلوا هذه الامانه للسكينه السكينه وعدناها على اساس غادي نجيو نسمعوا النتائج والتوضيحات ونعطيوها حقها باش تعرف وحقها باش تخرج بخلاصة ديالها هي الى كان ممكن اصعب روح المتمس اللي كان ممكن خارج النطاق ديال الحوار اننا غادي نلتزموا بالتوصيات ديال لقاء التواصل غير هو لقاء من اجل الاستماع والخطر اللي هو سيد الوالد هذا عرض هذا اللي مكتوب ماشي هو السؤال عرض اللي كان عندها الوقت ما عندي حتى شي مشكل لا بغينا ذاك العرض كامل باش يكون الشفافية في علاقتنا بالجماعة لانه كاين انقطاع ديال الصناعة يا دابا اول مرة نعطيكم العرض نتاعي باقي عاد العرض ولكن شي نقاط أخرى ولكن عندك خوف خوف كاين شي نقاط اللي عطيتها أخرى السي سي سي محمد بدا كلشي كيقول لك الزهر انا تكسبت انا نقول لك الزهر هو قال لك الزهر معليش معليش انا هذيك المتماسك الله يبارك فيك توصلوا هاد الشي الناس الله يرحم الوالدين ما توصلوا حتى انا شفت واحد النهار داك البرنامج الاولى قلتو فاش انا كنقدمو كنبغي باش الناس يصفقوا عليه كنقدمو بواحد الطريقه فاش كنبغي نقدمو والناس يقولوا لا كنقدمو بواحد الطريقه كضحك لان كنتفق معايا بحيث واحد النقطه دازت بلا قالوا حبسوا ما فهمتوش عاود هادي عاد الله يجازيك الله يجازيكم يا طلبتوا منا باش نتكلموا معكم بامانه انا حتى هو التليفون تاعي لا عيطوا غتخرج كنتكلم معكم بكل الشعب ونتمنى نتمنى 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 من الله باش نبقى سلمي احنا واخدين نكمل كلامي راه شوف اسي نتمنى باش تكون واحد البدايه تاع المرحله هذه ونتمنى باش تكونوا واعيين بالمجهود اللي قامت به الدوله ولكن في نفس الوقت نتمنى منكم باش تحترموا الدوله لان حتى هي عندها الهيبه تاعها وعندها الصفه تاعها انا رئيس الحكومه قال لي جمله غادي نقولها لكم قال لي كيفاش انا درت 750 كيلومتر وهاد الناس ما خرجوش يديروا 40 كيلومتر ولا 50 كيلومتر رئيس الحكومه مع وزير الداخليه مع وزير الطاقه مع
وجب لنا الاستماع للعربية اللي كنت به ونشكر عليه، ولكن كاين واحد النقطة اللي كتكون هنا فيها استفسارات. هذيك الاستفسارات حنا هذيك هي اللي باغيين باش تكون عندنا الصورة مكتملة حول أي نقطة. لذلك كنقول للخوت يعني قبل ما نخرجوا من هاد القاعة، السيد اللي كان عنده ساعة صدر اللي عنده شي سؤال شو يلبس في شي نقطة يقولها من هنا، نتواطئوا من هنايا. وكاين واحد السؤال السيد الوالي عند الاخ اللي يسحب الرخص من الشغل. كلمة أباطرة تستعملها أنت، أنا منين هذوك الناس تحبنا منهم الرخص لأنهم روحينا من طرف الوزارة المهنية شنو هو المسؤول عليها؟ والله بغيت تسترو بغيت الرخص باش أنت تراحني أنا. دونك السيد المدير الجهوي ديال الطاقة المعادية كان بعد الرخص بالنسبة لنا حنا كقطاع وصي بالنسبة للاستغلال المنجمي عنده ضوابط عنده قواعد. يعني كنمشي انا للمنجم خصني نلقى ستركتور خصني نلقى البنية ديال هذا المنجم. كاين إدارة كاين دي كابينة ديزونس كاين دي جيري نوار كاين سكي. بالنسبة للبحث والتحقيق اللي دار على المستوى ديال هذا الرخص هذو كيبان بأن داك الشيء كاين دي زانفراكسيون كراف لي جيني سيكوريتي، لان دوك لي بوي بالنسبه ليا كامينور كمهندس ديال المناجم انا عمر ما شفت شي ميثود ديكسبلوطاسيون بحال هادي، طريقه ديال الاستغلال بحال هادي لي طريقه ما عندها لا 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 اساس ولا راس. كنا مغمض عينينا باش كيتعيشوا داك الناس اللي كيبيعوا التحنتات، اليوم خلا لهم حل. السيد الوالي عندي واحد التساؤل مع المدير. ضال تحياتي السيد المدير، انا بغيت غير نسول واش كان لازم انكم تاخذوا مده ديال 20 سنه باش تكتشفوا بلي انه هاد الاضرار هاد السؤال ما بغيتكش تضعوا دابا صافي. لا واش الوالد دابا ما هذا ماضي دابا كنت على المحاسبه. لا هما كمؤسسه معنيه وهو شريف على هذا القطاع ديال المناجم في المغرب. في الوقيته اللي تسدت المناجم سنه 2000 المبرر نتاع الدوله كان هو النفاذ ديال المخزون الفحم، ونظن بلي الوزاره ديالكم هي اللي كانت مشرفه على هذا القرار المقابل الناس ديال الشرطه كانت عطاتها تاويلات. دابا كنقولوا بلي انه باقي الفحم وعطيتو رخص. انا نجاوبك انا نجاوبك كلمه المحاسبه انا ما كنتش محاسبه انا كنتكلم عليها انا كنتكلم عليها حتى واحد ما غيفوت منها. هادشي اللي نتمنى هادشي اللي هو دابا خدام عندي اسي تحياتي يا زوج. ولكن لاحظتينا الشجاعه نتاعنا حنايا باش ناخذ واحد القرار تيخص المساعده من المهنيين. خمم لقينا اللي غادي يشري الفحش، لقينا الطريقه باش غادي يتباع قانونيه، ولكن ما غاديش غادي تنقول لك ها خصك تفضل خصك تصلي ها فاش تصلي ماشي تقول صلي لا فيك صلي كتصلي ماشي تصلي غادي تحس مع الله. حنا اللي علينا خدينا الشجاعه والقرارات باش خصكم نتوما تكملوا هذه المساله. الله يبارك فيك. عندي واحد هي قبائل وتتكلموا ما خليناش المساله تاع حفر الابار بطريقه عشوائيه. هناك خرق منذ بدايه الحفر، يعني كان يجب لجهه معينه ان توقف الحفر قبل بدايه هذه المعضله تجنبا الى ما الف اليه الاضحى. يعني في الاول قبل ما تحفر اول حاسي ثم كانت خصها تطبق المسطره القانونيه. وسمح لي كاين اللي حفر في الجلده ديالو خليني ندير معاه خليني ندير معاه. ثانيا دابا اليوم انت شحال في العمر نتاعك؟ عمرك 22 23 سنه ياك. واش تبغي نشوفو القدام ولا شفناه؟ واش دابا حنا جينا بواحد المنظور اقتصادي وانتوما لعبتو فيه واحد الدور جد مهم؟ واش غنتكلمو على الامل باش غادي نفتحو واحد الصفحة جديدة ولا غادي نمشيو لينيرجي نيجاتيف باش ندخلو الارض؟ انا كنقول لك المحاسبة حتى واحد ما غيمنع منها، حتى انا اللي كنتكلم معاك حتى انتوما لانكم طرف فيها. كل واحد منا يتعزل. كاين شي سؤال اخر؟ ممكن اضافه؟ بكل فرح. بالنسبه للسكينه ديال حاسي بلاد كتعاني واحد الاحصاء واحد التهليج فيما يخص المجال الصحي فيما يخص التعليم فيما يخص حتى المجال. ولما لا تكون حتى حنا عندنا مستعجلات ايرجونس حاسي بلاد وعندنا بلديه حاسي بلاد
كل عندنا ثانويات حاسبيات ولمانا كل عندنا معاهد ديال طلبه جراده كل عندنا معاهد جراده ولا حاسبيات المهم كل عندنا جراده انا كنهضر على حاسبيات لكن هاد حاسبيات نقصيه كاين شوف اولا كاين برنامج 70 مليون درهم لتأهيل حاسبيات لكن ما كانش وقت الانتخابات في الدولي في لا تقول هذا راسك ما تقولهاش لي انا بعيدا على هذه الامور هذه كنشكركم على التوضيحات حنا هذا الشيء هذا نلغوه بامانه ولا يمكن كنناشدوا لكم مره اخرى تعطيونا العرض كامل ما عرفتش عطيت لا نقعد عليكم سي محمد يا اخوان بزاف عليكم لكم الناس اللي كيخدموا انا كنقول لكم اليوم هاد الطريق تاع اليوم انا اعتبرهم ميلاد جديد لمرحله جديده الله يعطيكم الخير وعلى قول الله اكبر ما تبخسوش بهذا العمل هذا انا اناشدكم الله يدعيك ما يدعيك خليني غير نكمل اجل السؤال اللي هذا هو الحمد لله هذاك اسعد من هذا حاولت نفسر لك واحد النقطه بغيت هي السريه اللي ما تلمستش هي السكينه في امس الحاجه ليها واللي كتعاني منها لهذه المده تاع بزاف تاع السنوات واللي شكلت واحد العائق في المعيشه لها اللي هي الماء والضوء ما تلمستش هذه باش نكونوا صراحه هنا يا الله يعطيك الخير انا شوف ها سوف اعيدها الماء والضوء سنتيم واحد ما يمكنوش يزول من الفاتوره اللي بغى يخلص واحد الوقت اللي بغاش يخلص يقطع عليه الماء والضوء السيلات كلها موجوده ونقسموا على اشطر ونزولوا البيناليتي لماذا؟ لان المغرب كله في اشكال مع الماء والضوء ماشي غير جرعه ولكن اسمح لنا خليني نكمل اسمح لي شوف انا ماشي معاك هنا البارح راه هذه 50 يوم وانا عايش معاكم وعارف حيت هذا خط احمر خط احمر الماء والضوء 80% تاع الناس اللي عايشين معنا في جرادا كيخلصوا فاتوره اقل من 100 درهم باش كنا نزولوا شويه واحد القسط كنوزعوا اربعه تاع لي نوب ايكونوميك لكل منزل يعني كنا نقص واحد 20 درهم 15 درهم وممكن نديروا تجربه راه من المستحيل انا اقولها واعيد ما اقول باش يكون تنزل سنتيم واحد لانه المغرب كله في حاجه الى تخفيض وراه كلشي كيشوف جرادا ماشي المغرب العالم كامل راه اللي دار هنا كيخرج في فيسبوك في المغرب في ليله والله ثم والله لو كان بالامكان باش نزولوا درهم واحد والله حتى نديروها ولكن باش تقول لي عندنا واحد المسائل اللي هي خطيره اسيدي الدوله قررت باش تسامع في الانفستيسمون نتاع لي زونيتي واحد جوج ثلاثه باش تنهي العمل بهم هذا من اجلكم هذا من اجل جرادا ولكن هذه فقط ثروات هي لا اسمح لنا السي هشام لا اسمح لنا السي اذا كان ممكن انا كبير على شهر اذا محمد ام محمد خليك كمل الهضره ديالك اسمح لي الفواتير علاش هاد الفواتير لا ماشي بقاش مر المغرى علاش اخوت كان ممكن يوضح للسيد بما يخص الاستفزازات وهذه المقاربة الأمنية اللي كيعرضوا لها مجموعة من الإخوان شنو هي؟ الاستفزازات والمقاربة الأمنية اللي كيعرضوا لها مجموعة من الإخوان إذا جاوبت على الاستفزازات تاع المقاربة الأمنية الذي يقوم بها المواطنين تسريح الاستفزازات الأمنية إذا سرتي لي واحد اللي كيجي يحبس زون اندستريال اللي خدام فيها من أجلكم ويجي يحبسها نسريك أنا شنو هي الاستفزازات الأمنية يعطيني استفزازات أمنية واحد اسمح لي إذا جيتي تخبري لي كيفاش الوقايه المدنيه ما يمكنش توصل باش يمكن تعتق واحد السيد اللي كيموت نشترك انا ياش من المقاربه الامنيه والاستفزاز الامني يمكن تشتري واحد اللي في السياره نتاعو يحمل واحد السيد ويطوفو هو ما تاكدش واش ميت ولا ما ميتش نشترك انا شنو الاستفزاز الامني انا ماشي مختص بها وغادي نطحنو ونطحنو انا كنتكلم والله ثم والله ليست هنالك استفزازات انا اطلب من المواطنين والشباب
طلع في واحد المكان خاطر بعدا الله يرضى عليكم هاك الحمد لله يا سي قاسم داك المساله الحانوت الاول راه غادي يجي راه الله يعطيكم الخير في التاتونسيون باش ماشي غدا يطيح على شي ناس وتقعدني في فضيحه اخرى الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم لما هادشي كنقول لكم راك في العمر تاع ولدي خذوها مني كنصيحه تاع اب كيف شكرتكم المره اللي فاتت على واحد النصيحه شنو هي سي هذه يلا انت تبارك الله عليك الذاكره ولا تختي بالفضائيات لا لا راك عارفني انا ما بغيتش نتكلم اسمعني واش نسمع اه لا كنسيبو على وليداتنا اللي بغيتكم خليهم في المدرسه وكان واحد الانصات ماشي من اجلي انا من اجل وليداتنا تصور دابا كنا هادي شهرين هما خارجين على برا سنه بيضاء شكون غادي يخسر وكنتكلم حنا وصلنا للنتيجه الحمد لله النتائج حسنه واحترمنا وليداتنا باش يمشيو يتمروا في الله نعم استاذ ما توحشناك انت يا مخبي على الله بسم الله الرحمن الرحيم كاين واحد التساؤل موجه ديال المدير ديال التقاول المعادي هو الاول في ظل داك الخروقات اللي تقالت بانه كاين هناك سحب عشوائي هاد الناس ديال الخبز ديال الرخص اللي كانوا وتما السحب منه اذا في ظل هاد السحب هذا اذا الا وكان واحد الخلق وهذا كيدخل في الشق ديال المحاسبه كتقولوا امام المحكمه دابا حنايا ماشي محكمه ما انا غير كنسال اول سؤال تاعك ولا سؤال الاخ ولكن انه هذه 20 سنه علاش بهذا ماشي مشكل غادي تقال في مجال اخر ماشي مشكل سيدي انا غير كنقول لكم حتى مع الناس اللي في الصندريات حنا كنخدموا المساعده ولكن كل واحد فاش يكون داخل الصندريه راه مسؤول على راسه ماشي مشكل يا صاحبي لا ماشي مشكل مشكل هذاك جاوبتني عليه قلت لي في النطاق ديال المحكمه ما الى حد الان قلت لنا جاوبنا على هذا السؤال وكاين كاين القانون اللي كيحمي هذا الشيء هذا كاين سؤال اخر وهي في نطاق ديال الجدوله نتاع هذه المشاريع واش كاينه شي جدوله زمنيه ولا ما كايناش لان السكينه كتحاول ممكن انها تعرف الجدول دابا مع شي مراونه بما هذا الجانب واش تقدر تكتب لنا وجوب باش كتصوب ان بي خصك مراو تاع شهور راه واخا تجيب تعود الرجال وتعود العيال بغيت نقول لك بي في شهر غدا هادشي كله غادي يكون مصوب غنكذب عليه لا اسيدي ولد هادشي انا دابا كنشتغل لك بالتفسير يعني الشعبي هادشي هذا الفلوس نتاعو صافي توتي تضمين انا بديت العمل في المنطقه الصناعيه انا كنصرع اكثر مما انت كتمناه وقلت الاجراء نتاعو بغيت باش تكونوا داخلين معنا ممتنين عليكم واحد ولا جوج في الفرقه تاع التتبع راه ما صعيب غير نبداو البدايه حنا بديناها شنو بغيتي نقول لك؟ راه البرنامج عطينا على 3 سنوات، راه قلنا لكم بان تيكون 2018 2019 2020 باش يمكننا ننجحوا باش هادشي كله يتنزل ما يمكنناش ننزلوا في يومين. لا حنا عارفين بان ما عندك لا عصا ولا ساعه ولا حتى شي حاجه لان كتحتاج واحد المدة. غير واش المشاريع واش بعيدة المدى ولا قصيرة المدى عندها واحد الجدول لأي واحد كيدير شي حاجة. حنا عارفين البلون ديالو عنده واحد البلون عنده في داكشي ديال لا سوسيتي عنده واحد الشيء لوجيستيك عنده واحد البرو فوقاش هذا البرنامج باش غادي يكمل هذا البرنامج باش تصوب تصوب بهذه الطريقه راه كل نقطه فيه كل باج كل فراز خدات اجتماعات واجتماعات هذا ظنوا بان 3000 هكتار غير 3 هي هكا بدينا دابا خدامين واحد 50 هكتار كتجربه اوليه باش نجربوا فيها بعض الافكار اللي يمكننا نصوبوا ومشينا من الناحيه القانونيه كيفاش غنكون كيرا بدرهم سامبوليك
لهذا الشاب اللي غادي يجي وغادي يدخل. وهذا الشاب هذا شنو هو استعداده تاعو باش يخليه يمشي يسكن بعيد على 25 كيلومتر؟ هادشي كله راح تخصنا كيطلب يعني التفعيل تاعو. انا ماشي هذا اللي كنقول لك عزاز عليا، ولكن هاد الافكار كلها اللي تكلموا عليها انا علاش عطيتها لكم فورقه ونفتحتها لكم في هذا الموضوع؟ هذا التزام. وانا ما كنتكلمش بسميت معاذ جابر، كنتكلم كوالي اللي كان نبع للحكومه وباذن السيد وزير الداخليه وباذن السيد رئيس الحكومه اللي قال الله يعطيك الخير وتكلم معكم وداك عنده واحد العقد كبير وكان كيتمنى باش يكون واحد اللقاء ما كتبش. هذاك ماضي ما اكتفيتوش بهذا الحصه نتاعو قلتو من بعد يجي عاوتاني مسؤولين الاخرين مرحبا. حنا كنتكلم معكم ولكن ضاعكم الخير. هادشي تمعنوا فيه بكل امانه وعطيونا اشارات بان غادي نبداو واحد نبداو واحد المرحله جديده في صالح شكون؟ في صالح شراء. المهم الاخوان اللي كانوا السي محمد قبل ما يتكلم في الله يجازيكم بخير. خصنا نكونوا عند كلمتنا، عندنا كلمه واحده السكينه. كان في خبرها دابا بانه كنحتاجوا للنتائج بشكل رسمي، هو اللي رحنا فيه دابا. جينا نستمعوا لهاد النتائج ونقدموها للسكينه بامانه. اللي كنقولوا نقدموها بامانه كيبقى الدور ديال كل واحد فينا مسؤول باش يوصل للسكينه، ومن حقها تعرف هادشي بامانه بدون لبس. من حق السكينه تعرف هادشي ونقدموا لها هاد الامور هادي ولها واسع النظر. اما بالنسبه الى غادي ندخلوا في تساؤلات وهذا راه طبيعي، راه الناس باغيه تهضر طبيعي، ولكن احنا في جلسه استماع. اما الى كنا غادي نخرجوا على الاطار اللي باغيه السكينه فغادي نكونوا نتحملوا شي امور بشكل. ولهذا انا كنشدكم على اساس جينا هنايا نبقاو في كلمتنا، جينا نستمعوا ونوصلوا بامان. وما الا بغينا نقولوا حوار ولكن الا كان ممكن اسيدي واحد الا كان ممكن الا كان حوار راه عندنا بزاف ما ينقال، عندنا بزاف فراسنا. كنشكركم غادي استمعنا نبلغوا هذا الشيء بامانه ونشكروا الجميع على حسن الاتصال.